صدق الفريق أول عبد المجيد الصقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2024. هم فخر مصر، أبطالها ورجالها وركيزتها الأساسية لتنفيذ المهام القتالية. نظروا أنفسهم آملين النصر، راغبين الشهادة، أقسموا يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة أبد الدهر. شعارهم الواجب، الشرف، الوطن. الكلية العسكرية المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال في كل العصور. صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تضم كليات حربية، بحرية، جوية، دفاع جوي، والكليات العسكرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة، الكلية العسكرية التكنولوجية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها، وخريج الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط العامة والخاصة للقبول، كما أكد خلاله على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار في التحديث وتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية لبناء شخصية طلبة الكليات العسكرية بما يتوافق مع أحدث نظم الإعداد والتأهيل في العالم. وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت، وهو www.tansiq.mod.gov.eg. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg.